في الواقع أنت تعلم أنني لا أحب تضيع الوقت، فأردت الوصول إليك في أسرع وقت، ولكنني تفاجأت بهذا الضباب، فكان يجب علي أن أكمل. فالوقت أرجوك سيد جواد، ما فعلته كان تهوراً وليس حفاظاً على الوقت. الآن سنحتاج وقتاً لكي نصلح سيارتك، وأظن أنه سيكون وقتاً طويلاً. هل يمكننا الذهاب بسيارتك إذن؟ فالوقت يداهمنا. حسناً، يمكننا ذلك، هيا بنا. انطلق إلى سيارة الأستاذ ثعلوب، وبعدها اتجه ناحية المنجم المقصود. أثناء الطريق كان السيد جواد ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويطلب من الأستاذ ثعلوب أن يسرع، ولكن الأستاذ ثعلوب لم يبالي، فهو يعلم أنه إذا أسرع أكثر من هذا فإن ذلك سيعد تهوراً. لقد تأخرنا كثيراً، هل... اهدأ قليلاً سيد جواد، لا داعي للعجلة، هل يمكنك إرشادي للأماكن التي نقبت فيها؟ بالطبع، اتبعني. سار الأستاذ ثعلوب وراء السيد جواد منبهراً بكبر حجم المنجم. هنا أستاذ ثعلوب! أسرع الأستاذ ثعلوب إلى حيث أشار السيد جواد، فوجد آثار حفر مختلفة، فأخرج جهازه وقال: لنبدأ العمل! ما الذي يحدث؟ أخبرني! هذا الجهاز يستطيع أن يشعر بوجود المعادن في منطقة ما، حتى إذا كانت مدفونة عميقاً في الرمال، وهذا يعني وجود معادن بتلك الحفر. أعطني هذا. حفر الأستاذ ثعلوب حفرة صغيرة بجانبهم في المكان الذي أصدر الجهاز أعلى صوت عنده. لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أخرج الأستاذ ثعلوب حفنة تراب من هذه الحفرة. تراب من جديد أستاذ ثعلوب. انظر جيداً. كما توقعت، المنجم مليء بالذهب ولكنه مختلط بالتراب، لذا علينا الحفر أكثر والحصول على كمية كبيرة من التراب لاستخراج أكبر كم من الذهب. أها! لذلك ظننت أنه لا يوجد ذهب. لا، ليس هذا هو السبب. السبب أنك متعجل دائماً، تريد إنهاء كل شيء في أقل وقت ممكن، وهذا شيء خاطئ إذا فعلته في كل شؤون حياتك، لأن هناك أشياء تتطلب التأني وتحتاج إلى بعض الوقت. ربما حفرت كثيراً ولكنك لم تعثر على شيء لأنك لم تعطي الأمر وقته الكافي، وبذلك كدت تعتقد أنك فشلت في عملك. اعلم يا صديقي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وخير دليل على ذلك سيارتك أمام منزل. لم أفكر من هذا المنطلق من قبل، لقد كنت أعتقد دائماً أن السرعة هي الحل. ربما لأن تجارتي ومعاملاتي سريعة جداً أصبحت السرعة والعجلة من طبيعتي، لكنك على حق أستاذ ثعلوب، وأنا لا أعرف كيف أشكرك، لقد ساعدتني كثيراً، وأعلم أنني سأعمل بحكمتك هذه. الوقت كالسيف؟ عفواً، أقصد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. سأقوم اليوم باستئجار بعض العمال لاستخراج هذا الذهب. أحسنت سيد جواد، أنت شخص مجتهد وبارع في عملك، كل ما تحتاج إليه هو التوسط والاعتدال، فبعض الأشياء يحتاج للسرعة وبعضها الآخر يلزمه التأني، كقيادة سيارتك مثلاً. بالمناسبة، إلى أين تريدني أن أقلك الآن؟ إلى ورشة السيد هادي، سنحضره لإصلاح سيارتي أمام منزلك، وأشكرك مجدداً أستاذ ثعلوب. وبالفعل انطلقا معاً بالسيارة باتجاه السيد هادي. كان الأستاذ ثعلوب يقود السيارة متأنياً، إلا أنه يخشى أن يعود الضباب مرة أخرى في أي لحظة. في عالم مليء بقصص المرح والمغامرة حدثت هذه القصة. كان الأستاذ ثعلوب جالساً في الفناء الخلفي يرسم لوحة جميلة لطائر يطير خارجاً من عشه فوق نهر أزرق عريض. الجمال في كل مكان، كل ما علينا أن نمعن النظر. ثم قاطعه نداء يطلب المساعدة. النجدة! أستاذ ثعلوب! ساعدني! أرجوك أستاذ ثعلوب! لقد كانت السيدة حلوب البقرة النشيطة. أنا في مشكلة كبيرة، وأنت الوحيد الذي يستطيع أن يجد صغيري. تفضلي سيدة حلوب،
اهدئي قليلاً ولا تنسي أن لكل مشكلة حلاً. دعا الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب للدخول للبيت وقدم لها عصير الليمون بالنعناع كي تهدأ قليلاً. الآن أخبريني، ماذا حدث بالضبط؟ في صباح الأمس ذهبت للتسوق، وهناك قابلت الجمل جميل. ظللنا نتحدث ونتسوق معاً، ولم أنتبه لمرور الوقت. وعندما عدت للمنزل وجدت الباب مفتوحاً. دخلت لأتفقد ليلي وبكور، فلم أجدهم في أي مكان. ناديت عليهم مراراً لكن لم يجب أحد. هل كان البيت مفتوحاً عندما غادرت في الصباح؟ يا إلهي، لم أتأكد من إغلاقه. يا لإهمالي، هذا خطير. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسى تجاهها، لذا قال لها: لا تقلقي سيدة حلوب، لدي فكرة جيدة. بحث الأستاذ ثعلوب عن اللاسلكي واتصل بالسيد سلطان رقيب الغابة. يا رقيب، أحتاج المساعدة. في خدمتك أستاذ ثعلوب. الآن لدي مهمة لك، أريدك أن تجد أبناء السيدة حلوب الصغار ليلي وبكور. ليلي ترتدي فستاناً وردياً، وبكور يرتدي قميصاً أبيض وسروالاً أزرق قصير. في الحال. اطمئني سيدة حلوب، السيد سلطان يعرف كل أماكن الغابة جيداً ويستطيع أن يمسحها بالكامل بنفسه. بكور وليلي سيبيتان في حضنك الليلة. هل هو ماهر؟ إنه مذهل. إنه يطير بسرعة كالضوء، وبصره الأكثر حدة بين سكان الغابة. كل ما علينا الآن أن ننتظر وندع المحترفين يعملون. ترك سلطان عشه المتواضع وحلق عالياً بنشاط. طار نحو الغرب ثم عطف نحو الشرق حتى وجد مكاناً مهجوراً. أخذ يحلق حول المكان ويبحث بكل ما أوتي من قوة، وعندما كاد ينتهي من البحث وجد أخيراً ما كان يبحث عنه. لقد عثر على ليلي وبكور. وجدت أطفال السيدة حلوب في حفرة، سأعود الآن وأحضرهما معي. لقد كنت متأكداً أنك ستفعلها. انتفضت السيدة حلوب من الفرحة، وبعد دقائق سمعوا طرقاً على الباب. كان ذلك هو الصقر سلطان برفقة ليلي وبكور. أقبل الصغيران نحو أمهما ووعداها بعدم الابتعاد عنها مرة أخرى. قلقت عليكما كثيراً ولم أستطع تحمل غيابكما. كنا نلعب الغميضة عند البحيرة ثم انزلقنا في الحفرة فجأة، لكن السيد سلطان جاء وأخرجنا. نحن آسفان، لن نفعلها ثانية. حسناً يا صغيري، لا أعرف ماذا أقول. لا يوجد كلام يعبر عن شكري. لا تقولي هذا سيدة حلوب، سأكون دوماً بجانبكم. لا بد أن الصغيرين قد جاعا. ما رأيكم أن نشرب معاً حساء البروكلي؟ لقد صنعته بنفسي، وبعده نتناول حلوى البودينغ. رائع، هيا بنا الآن. أعطى الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب هدية. هذا من أجل أمان الأطفال، حتى لا تغفلي عن الوقت مرة أخرى. أنا حقا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب. وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلوب قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت،
إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلا ريثما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد. حسنا، شكرا لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبدا كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذن أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشا، حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقا مشكلة كبيرة. حسنا، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب. انطلق الاثنان معاً وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفاً مائلاً. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معاً. حل عبقري. أجل، اختار الأستاذ ثعلوب سقفاً جميلاً وتحرك معاً نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى. والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معاً. ها قد انتهيت. أنا آتٍ. لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى، لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب. لا عليك أبدا، كل ما يهمني أن نعيش معا في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان. ذات يوم، وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سب. أهلا مولاي،
كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالاً. شكراً لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن أوه لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. أوه حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب، لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه، فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض.
لطالما شعر التنين جامح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال. يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا. وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أوه، أخيراً رشحني أحدهم. لن أخذله أبداً، أعد بذلك. أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر. التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم، أخيراً يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا إذ ضغط على زر غير من خواصها فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. مبكراً هكذا. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل، تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ ها؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب.
أذهب الآن. أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور. أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان، أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه، المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه، أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائماً واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذراً، يبدو أن النعاس قد غلبني مجدداً. يا إلهي، لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل.
يا إلهي. أوه أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسنا. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا. سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته.
ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. أخيراً. تفضل جربها. حسناً. أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.